هنا برلين، المدينة الغنية بالأديان والثقافات. اليوم ألتقي بصديق اليهودي من أصول مغربية شلومو هروش، الذي سيحدثنا عن بعض جوانب حياة اليهود ذوي الأصول المغربية داخل كنيس في حي قدام البرليني. هذا هو التاليت، يرتدى أثناء الصلاة لتغطية الوجه، ثم يوضع على الكتفين في المرحلة الثانية، وعند الانتهاء من الصلاة يتم طيه مجدداً. مثل غيره من اليهود من أصول مغربية، يحرص شلومو على زيارة قبور أجداده وأضرحة الأولياء اليهود، سواء في مسقط رأس هسفرو شمال المغرب أو في الجنوب. في الصيف الماضي زار شلومو مع عائلته ضريح الحاخام بحصيرة في الرصاني جنوب شرق البلاد. اليهود المغاربة يؤمنون أن هؤلاء الأولياء لديهم قوى خارقة ولهم علاقة خاصة مع السماء. رغم وفاتهم فإنهم يظلون حاضرين ويمنحون طاقة خاصة للزائرين. في برلين أيضاً يحرص اليهود من أصول شرقية على الحفاظ على نفس الطقوس من بلدانهم الأصلية. هذه مثلاً لحظة فرح ورقص على أنغام شرقية مع الكاهن اليمني إبراهيم في كنيس داخل بيته. وقبل غروب الشمس ذهبنا إلى زيارة صديقنا المشترك ألبرت عزيزة، الذي يعيش في برلين أيضاً منذ سنوات عديدة. ألبرت من المغرب مثل شومو، وتحديداً من مدينة الجديدة. في المغرب المسلمون واليهود جسد واحد، نحتفل معاً بالأعياد اليهودية والإسلامية ونتبادل الطعام فيما بيننا. ولأن هذا اليوم يصادف الجمعة وشباط، اتصلنا بصديقتنا راحل لنبارك لها شباط. المغاربة كياكلوا كسكسو في الجمعة، المسلمين واليهود كياكلوا السخينة. لما شرفت الشمس على الغروب معلنة قرب بداية شباط، قصدنا مطعماً مغربياً لتناول الطاجين كبديل لوجبة السخينة التي عادة ما يتناولها اليهود المغاربة هذه الليلة. يبدأ تحضير السخينة منذ يوم الخميس وتطهى على نار هادئة طوال اليوم لتؤكل يوم الشباط. أنهينا الليلة بشرب الشاي المغربي بالنعناع. كان هذا شباط وجمعة استثنائيين. ففي مدينة مثل برلين تصبح الصداقة أقوى الروابط.